مع استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تداول رواد السوشيال ميديا أخبار انتشار غير مسبوق لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم أنه معروف عن الحزب تجديد الإجراءات الأمنية في مناطق تجمعه خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن الانتشار اللي بدأ من صباح اليوم الخميس لعناصره في شوارع الضاحية الجنوبية الرئيسية والفرعية كان مختلف وغير مسبوق، وتدقيق هويات المرة في الشوارع دي. الغريب أن العناصر انتشروا وهم لابسين أقنعة سوداء وبكامل عتادهم العسكري، مما أثار شكوك وتساؤلات عن أسباب الانتشار ده حتى في الإعلام العبري. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع الخبر ده؟ تعالوا نشوف التعليقات اللي كانت موجودة. هبدأ مع أيمن. أيمن أو الأيمن نفى الخبر بسخرية وتهكم وقال لا، مش حزب، دول مرافقين وزير الاقتصاد بيدهموا البطاطا والبصل. برضو كان في تغريدة أخرى من عيسى كتب وقال فيلم مكشوف لتغطية الخسائر في صفوفهم.